مسلسل لعبة نيوتن اللي عرض في رمضان اللي فات حمل مجموعة من المشاكل الاجتماعية بدأت تظهر يوم بعد يوم، على الرغم ان المسلسل ده بطولة منى زكي اللي كان موجود في رمضان قبل كام شهر انتهى، الا ان لحد النهاردة بعض المشاكل الاجتماعية اللي ظهرت في المسلسل ما زالت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا مثلا مشكلة الطلاق الشفوي واللي عملت ضجة وقتها لما جه طلاق شفوي في المسلسل، والأزهر تدخل والإفتة تدخلت. شفنا أيضا الأب اللي عذب ابنه بوضعه في الشمس وحط عليه عسل زي ما حصل في المسلسل بالظبط. أيضا حاجة طرحت داخل المسلسل وهو ما يسمى بالاغتصاب الزوجي. اللفظ ده اللي سمع المسلسل أكيد كان أول مرة يسمع اللفظ ده، لفظ الاغتصاب الزوجي، واللي ذكر أو ورد بالتفصيل داخل مسلسل لعبة نيوتن، ومن يومها بدأ على فترات وسم الاغتصاب الزوجي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي لحد أول أمس. أو خليني الأول أقولك ما هو الاغتصاب الزوجي كما يعرفه بعض علماء النفس. الاغتصاب الزوجي هو استخدام القوة البدنية للإجبار على الجماع، ممارسة الجنس تحت التهديد، الحرمان من الحرية مقابل الجنس، ممارسة الجنس مقابل متطلبات المعيشة، الجماع في غياب الوعي. طبعا ده ما بين الزوج والزوجة. وبعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوانين تحرم وتجرم ما يسمى بالاغتصاب الزوجي. أما في بلادنا العربية والمسلمة بطبيعة الحال العلاقة الزوجية قائمة على المودة والاحترام، فالمفروض ما عندناش حاجة اسمها اغتصاب زوجي. قبل يومين خرجت زوجة الفنان أو طليقة الفنان المصري تميم يونس عشان تتهمه ولأول مرة في تهمة مباشرة داخل مصر بالاغتصاب الزوجي. أول من اتهم بهذه التهمة وأول واحدة تعلن رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت لما يسمى الاغتصاب الزوجي، قالت: تعرضت للاغتصاب الزوجي ولم أستوعب ذلك إلا بعد عام عندما واجهت اعتذار لي. مفيش قانون في مصر بيحمي الزوجة والشيوخ بتقول ده مش حاجة، وعندي أمل لو اتكلمنا في الموضوع ممكن نحاول نغير حاجة. ده كان كلام زوجة أو طليقة تميم يونس على صفحتها على إنستجرام. خليني أعرض لكم جزء من هذا الفيديو اللي اتكلمت فيه عن تعرضها للاغتصاب الزوجي قبل كام سنة أثناء زواجها من تميم يونس. نتابع. مستغربة قوي انه انا اتحطيت في الموقف ده واصلا خدت سنة عشان اعرف اتكلم في الموضوع او اواجه الانسان، ويوم ما واجهته هو نفسه قال لي سوري، هو نفسه قال لي سوري وقعد يقول لي طب اضربيني، عايزك تضربيني، عايزك تعملي اي حاجة عشان تحسي احسن. صدمة بطبيعة الحال بسبب الكلام ده، اول مرة في مجتمعنا العربي والمصري حد يطلع يقول الكلام ده تحديدا تحت هذا التوصيف أو تحت هذا المنطق أو ما يسمى بالطلاق الزوجي أو الاغتصاب الزوجي. بطبيعة الحال كان هناك تضامن واسع مع طليقة تميم يونس من بعض الممثلات ومنهم سمية الخشاب. سمية الخشاب اللي كتبت مباشرة على صفحتها بعد هذا الفيديو وقالت: أي شخص يبرر أو بيبرر أو يدافع عن أي نوع من الاغتصاب أو التحرش فهو مريض وخطر على المجتمع، والاغتصاب الزوجي جريمة في حق المرأة، تقول سمية الخشاب. وتصدر واسم الاغتصاب الزوجي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي خلال الساعات اللي فاتت. بعض الشيوخ بدأوا يخشوا على الخط، منهم الشيخ عطية مبروك عطية اللي كتب على صفحته على فيسبوك أول أمس وقال: الاغتصاب الزوجي توحش من الزوج ولا يحق له أن يجبر زوجته على المعاشرة. ده كان كلام الشيخ مبروك عطية. أيضا من المشايخ اللي ردوا في موضوع الاغتصاب الزوجي وعمل جدل كبير خلال الساعات اللي فاتت الشيخ عبدالله رشدي. عبدالله رشدي اللي كتب على صفحته على فيسبوك وقال أو على إنستجرام وقال: بعض المنبطحين فكريا للغرب لا زال يروج لما يسمى بجريمة الاغتصاب الزوجي، الامتناع عن الزوج دون عذر حرام، وفاعلة ذلك ملعونة، ولزوجها تأدبها على ذلك بعد وعظها وهجرها، فإن استقامت بالمعروف فأهلا، وإن أبت أعاد لها مهرها وطلقها طلقة بائنة. يقول عبد الله رشدي بما يخالف ما قاله الشيخ مبروك عطية. وبقى عندنا على مواقع التواصل الاجتماعي فريقين، فريق يدافع أو يتخذ
أو يرى أن هناك ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، فريق آخر ومنهم عبد الله رشدي اللي هسمعك جزء من كلامه دلوقتي، يرى أنه لا هناك أو لا يوجد أي ما يدعو أو لا يوجد ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، ومن حق الزوج أن يطلب زوجته في أي وقت، ومن حقها أو من حقه ألا تمتنع عنه. نتابع هذا الجزء. وتاخدي حقوقك كلها زي ما الشرع بيقول، ولما يجي جوزك يطلب منك حقوقه تقولي لا اصل ماليش مزاج، يعني انت عايزه تحطيه تحت رحمتك وتحت مزاجك. والله لو انت راضيه عنه وخلاص مش راضيه اخبط دماغك في الحيطه. الطريقه دي طريقه سيئه لا يقرها الشرع ولا يعرفها، وهي حرام، وامتناع الزوج عن زوجها حرام. الاغتصاب الزوجي، تميم يونس، عبد الله رشدي، وصوم تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي خلال الساعات الماضيه، والسبب هو فيديو طليقة تميم يونس اللي أيضا بعد الضجة اضطر يخرج صباح أمس في فيديو على صفحته على إنستجرام ويدافع عن نفسه، واللي ما حصلش أول مرة زيكم أعرف إن في حاجة اسمها اغتصاب زوجي، يقول تميم يونس. نتابع على الحاجات اللي بتسمعوها وبتكتب دلوقتي في الجرايد وبتاع، وعشان برضو الصحافة والصحفيين، ده ما حصلش ومش هيحصل ابدا ابدا ابدا، وده انا اول مره اسمع عن حاجه زي كده زيكم بالظبط، وعيلتي اول مره تسمع عن حاجه زي كده، وانا مش هعمل اي حاجه او اي اجراء قانوني غير لما يبقى فيه تهمه واضحه وصريحه مقدمه ضدي. بطبيعه الحال احنا مش متحيزين لاي من الاراء، عشان كده عرضنا اللي مع واللي ضد. هعرض لكم كمان تغريدتين فقط من ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريده تؤيد ما يسمى بالاغتصاب الزوجي او تؤيد وجود ما يسمى بالاغتصاب الزوجي وتطالب بتجريمه داخل الدوله المصريه، وتغريده اخرى ترى انه لا يوجد ما يسمى بالاغتصاب الزوجي. رواء بتقول الاغتصاب الزوجي مش حاجه جديده، وانك ما سمعتش عنها ده عشان احنا متربيين غلط، متربيين نخاف نقول لا، نخاف نرفض، نخاف حتى نشتكي، ومش بس كده لا، بتلبسونا ذنوب الدنيا والاخره لمجرد الشكوى. دي رواء وكانت مع مفهوم الاغتصاب الزوجي. اخد تغريده كمان وهي من صاحب هذه التغريده او ارق، يقول الاغتصاب الزوجي انا ضد اي عنف تجاه المراه، ولكن الفيمينيستس اللي هم بيدافعوا عن المراه يعني زودوها الفتره الاخيره، يعني دلوقتي بقت معاشره الزوج لزوجته اغتصاب. في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية لا يحق للمرأة أن ترفض طلب زوجها إلا في الضرورة القصوى، وهي عندما تكون تفعل أمر لا يمكن تركه في الوقت الحالي. وما زال الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولك أنت أن تحكم، هل أنت مع الاغتصاب الزوجي أو ضد ما يسمى الاغتصاب الزوجي؟ والحل كما يرى الجميع هو العودة للشريعة الإسلامية، والعودة إلى مفهوم الزواج القائم على المودة والرحمة والحب والتعاون بين الزوجين. لكن خليني أختم الفقرة بلعبة نيوتن من جديد، المسلسل الذي حمل الكثير من الأمراض والمشاكل الاجتماعية التي بدأت تظهر يوم بعد يوم في المجتمع المصري.